السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بكم في قناة بيت شيف. يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض خلطة الزيوت السحرية لحل كل مشاكل البشرة والشعر، وهي مكونة من 3 زيوت طبيعية. هنعرف مع بعض ازاي نستخدمهم وكيفية التحضير وطرق العلاج وفوائدهم الكتيرة جدا للبشرة والشعر والجسم بشكل عام، وهيحل اي مشكلة باذن الله بتواجهنا في بشرتنا او شعرنا. بس في البداية قبل ما نتكلم عن الوصفة وكيفية استخدامها وكيفية العلاج، ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس ولايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجة المكونات الموجودة معانا هي زيت حبة البركة، وهو ليه فوائد كتيرة جدا للبشرة والشعر والجسم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عنه ان هو فيه شفاء من كل داء الا السام. زيت اللوز، زيت الزيتون، زيت الزيتون برضو الرسول قال عليه اشربوا منه وادهنوا منه. وزيت اللوز الحلو ليه فوائد كتيرة جدا، ومتوفر فيه فيتامين اي غني جدا بيه والاوميجا. هنا عشان الوصفة بتاعتنا تكون مظبوطة لازم ان احنا نحط الزيوت دي بنسب معينة. يعني لو عملنا ازازة 100 ملي بيكون منها 50 ملي 50% زيت حلو، و25% زيت حبة البركة، و25% زيت الزيتون. في البداية بنعمل حمام مية سخنة ونخلط فيه الثلاث زيوت دول مع بعض، ونقلبهم كويس جدا لمدة 10 دقائق لحد اما يمتزجوا مع بعضهم بالشكل ده، وبنحطهم في ازازة ويبردوا. مجموعة الزيوت دي مهمة جدا للبشرة والشعر. في البداية بالنسبة للشعر، هو بيمنع ظهور الشعر الأبيض لفترة طويلة، وبيحمي من تساقط الشعر والتأصف والضعف العام. وطريقة استخدامه ان هو بيدهن بعد ما بنغسل شعرنا، بيدهن على الشعر بأطراف الأصابع، بندلك الفروة الرأس وبنحط عليها فوطة سخنة عصرناها كويس ولمدة حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة. بعد كده بنشيلها من على الشعر وبنغسل شعرنا بالشامبو عادي، وبنستعملها مرة في الأسبوع، والنتيجة هتظهر من 3 أسابيع للشهر، وهيحل إن شاء الله كل مشاكل اللي بتواجهنا في شعرنا. طريقة استخدامه للبشرة، يا إما بندلكه بشكل دائري على المكان المصاب اللي فيه مشكلة لمدة 10 دقائق، وبعد كده بيتمسح بفوطة ناشفة، أو بالنسبة للوجه بيتغسل الوجه بمية فترة، وبنحط بعدها كريم مرطب. أو الطريقة التانية إن احنا بنحط حوالي ربع معلقة دقيق أبيض معها قطرتين من الزيت ده، وبنقلبها كويس لحد ما يمتزج الدقيق في الزيت، وبندهن بيه منطقة الوجه أو الإيدين أو الرجلين. هو بيستخدم لتنظيف البشرة وإزالة الأمراض الجلدية، وبيحمي من الأحماض الدهنية والشيخوخة، وبيخلي لون البشرة موحد، وبيدي نضارة للبشرة، وكمان بيشيل البثور السوداء وحبة الشباب والتجاعيد والنمش والبقع البيضة والإكزيما والصدفية. احنا بندهنه بشكل دائري على البشرة مرتين في الأسبوع، وبتظهر النتيجة من 3 أسابيع لشهر برضو. وبعد كده في الوجه بيتغسل بمية فترة، وبعد كده بنحط بعدها كريم مرطب، وبقية أجزاء الجسم بنمسحه بفوطة ناشفة، وهيديكي أثر فعال جدا. لو احنا عاوزين نستخدمه لإزالة الهالات السوداء، بنحط حوالي ربع معلقة من الحليب البودرة، وعليه برضو حوالي قطرتين من خلطة الزيوت السحرية، ونقلبها كويس جدا لحد ما تمتزج وتبقى سهلة معانا عشان نقدر نستعملها وندهنها. وبنحطها في منطقة تحت العين الهالات السوداء، ولمدة 10 دقائق او ربع ساعة، وبنغسلها بعد كده برضو بمية فترة، ويستخدم مرتين في الاسبوع. بس طبعا بعدها ما بنستعملش اي كريمات ولا اي حاجة مرطبة، لان منطقة اسفل العين منطقة حساسة، فبس بنغسله ونواظب عليه مرتين في الاسبوع، وهيدينا نتيجة فعالة جدا.
ولازم البشرة تتشرب الزيت ده كويس جدا قبل اما يتغسل. يا رب تكون الوصفة عجبتكم واكون افدتكم، وهستنى تعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.